الألمان يكرهون هذه الأشياء، هل تعلم؟ مرحباً بكم في القناة. اليوم نغوص في عالم الثقافة الألمانية الرائع. يشتهر الألمان بنقانقهم وبيرتهم وكفاءتهم، ولكن ماذا عن الأشياء التي لا يحبونها؟ دعونا نستكشف 5 أشياء قد لا يحبها بعض الألمان، ولكنها قد تفاجئك أيضاً وتعلمك درساً قيماً. 1. كسر المواعيد. يبرع الألمان في الالتزام بالمواعيد. لا يتعلق الأمر فقط بالحضور إلى المواعيد، بل يتعلق باحترام أوقات الآخرين. يعد التأخر أمراً مخلاً بجدولهم المنظم، وقد يعتبر وقاحة. لذا في المرة القادمة التي تقابل فيها ألمانياً، تأكد من تخصيص وقت إضافي لتجنب أي سوء تفاهم. من يدري، ربما تعديهم بدقتهم. 2. تجاهل القواعد. تشتهر ألمانيا بوجود الكثير من القواعد، ولسبب وجيه تخلق هذه القواعد شعوراً بالنظام والتنبؤ الذي يقدره العديد من الألمان. ولكن لنكن صادقين، في بعض الأحيان قد تبدو كل هذه القواعد مقيدة بعض الشيء، ومع ذلك هناك سبب لوجودها. يضمن اتباع القواعد أن الجميع على نفس الصفحة وأن الأمور تسير بسلاسة. ربما في المرة القادمة التي تفكر فيها في عبور الشارع بشكل غير قانوني في ألمانيا، ستفكر مرتين، فقد تعطل التدفق للجميع. 3. المثرثرة دون داع. يشتهر الألمان بكونهم متواصلين مباشرين. يقدرون التحدث مباشرة إلى النقطة، خاصة في البيئات المهنية. قد تبدو المحادثات الصغيرة المطولة، خاصة إذا كانت تعتبر سطحية، مضيعة للوقت. ولكن هذا لا يعني أن الألمان غير ودودين. لديهم محادثات، لكنها قد تكون أكثر تركيزاً ومباشرة. ربما يعلمنا هذا أن نكون متواصلين أكثر كفاءة. 4. الضوضاء غير الضرورية في الأماكن العامة. يولي الألمان قيمة كبيرة للسلام، خاصة في الأماكن العامة. يمكن أن تكون الضوضاء العالية مزعجة وغير محترمة تجاه أولئك الذين يبحثون عن بيئة هادئة. لذا في المرة القادمة التي تكون فيها في القطار في ألمانيا، ضع هاتفك على الوضع الصامت وتجنب جلسة الكاريوكي المرتجلة. 5. التباهي المفرط. تركز الثقافة الألمانية على التواضع والبساطة. قد يعتبر التباهي بإنجازاتك أو ثروتك متعجرفاً أو غير مبال. يميل الألمان إلى الاحتفال بنجاحاتهم بصمت، ويقدرون التقدير لجهودهم، ولكن دون الحاجة إلى أن يكونوا مركز الاهتمام. ربما يكون هذا تذكيراً جيداً بأن النجاح الحقيقي غالباً ما يتحدث عن نفسه. الخلاصة وإليك، 5 أشياء قد لا يحبها بعض الألمان، ولكن كما رأينا قد تكون هناك دروس قيمة يمكن تعلمها من هذه التفضيلات. الكفاءة واحترام الآخرين والتركيز على إنجاز الأمور كلها صفات يمكننا جميعاً تقديرها. بالطبع الألمان مجموعة متنوعة، وهذه مجرد اتجاهات وليست قواعد مطلقة. نأمل أن تقدم لك هذه الفيديو نظرة ثاقبة أفضل على الثقافة الألمانية. ما رأيك بهذه الأشياء التي لا يحبها الألمان؟ هل هناك أي شيء يفاجئك؟ أخبرني في التعليقات أدناه، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك لمزيد من المغامرات الثقافية.